وصلنا بسوي حاجة في شعري زمان ما سويت زمان ما لعبت بشعري يا جماعة أنا مرة مبسوطة حاليا إنه خلاص بغير من الشعر القصير. مرة تعبت مع لا سامحوني أنا ماني قادرة أتقبل نفسي. شكرا لكم وشكرا لآرائكم ومع السلامة. أيوة هي بعد طول ما شاء الله يا لون العيون ما شاء الله نبي أستوعب. حاضرها لا لا حاضر يا عمي ما يحتاج مزه كمان تتفلسف احنا المفروض نتفلسف انت تصوريني من غير فلتر نكون مسكتي كده والله العظيم بس لما تكوني زمزبطة حالي الله يسامح العدو اللي راح معه اخر مره راح معه سويتي كمان للمتابعين على فكره رجيت المحل رج بيني وبينك حاجه ما حصلتش في دنيتنا صحيت ولبست وتجهزت عشان بنروح عشاء عائله بس بدون بابا عشان ابوي طالع